ولكن الكره في وسط الميدان، الصراع يتواصل لتكون في الاخير دخول شحرور من جانب شباب قسنطينه. تبقى الكره لشباب قسنطينه، حداد ويلا اماميه من هناك على الجهه اليسرى، لكن التغطيه موجوده من جغمة هود من جانب فريق او من بيطام من جانب فريق امل عين مليلة. كره في وسط الميدان، تبادل كروي بين عناصر امل عين مليلة، الفريق الذي يريد ان يحقق نتيجه ايجابيه في هذه المباراه. الامور ممكنه بالنظر الى اصرار وعزيمه ورغبه فريق امل عين مليلة، لكن المهمه لن تكون سهله من دون شك ببساطه، لان المنافس هو فريق شباب قسنطينه. زعلاني في هذه الكره، ثم تمرير هذه الكرة لعيشي، عيشي وزع طويلة مباشرة لبلال بوفناش حارس فريق أمل عين مليلة. الإشارة واضحة، ضرورة تهدئة الأمور لأن الوقت طويل ومبكر لتحقيق وتسجيل وتقدم في نتيجة المباراة. طويلة من بيطام في وسط الميدان، تعود مرة أخرى لشباب قسنطينة، لكن التمريرة صعبة نوعا ما. في الأخير يبقى الصراع متواصل، الحكم يتدخل ويعلن أن الكرة لفائدة أمل عين مليلة بعد أن طاعت من القائد وليد بن شريفة. بيطام من جانب أمل عين مليلة يستلم هذه الكرة لتبقى في محور دفاع فريق أمل عين مليلة. إبو زيدان، ويلة من إبو زيدان، لكنها تصطدم بأحد لاعبي شباب قسنطينة مباشرة إلى التماس. طبعا قلق وحيرة كل المدربين في كل المباريات أمر طبيعي، والتنفس نقدر نقول او الراحه تكون دائما عقب المباراه لما يكون الامر يتعلق بنتيجه ايجابيه. كان الله في عون المدربين، خاصه بيتعرضوا لضغوطات كبيره من الانصار، من المحبين وحتى من الصحافه. هذا هو حال مهنه المدربين. ايبو زيدان جمال الدين، تمرير هذه الكره لكناش، احتفظ بالكره من جانب امل عينية، ثم تغيير جهة اللاعب تصطدم، تعود الكرة في وسط الميدان لفريق شباب قسنطينة. هجمة سريعة معاكسة، شباب قسنطينة على الجهة اليسرى، انتظار صعود الرفقاء ثم تهدئة الأمور للاستحواذ وإبقاء الكرة لصالح فريق شباب قسنطينة. كرة زعلاني مباشرة في متناول بوفناش، ولو أنه كانت تبدو كرة ماكرة وخداعة، لكن فطنة وخبرة ويقظة بوفناش بلال جعلت الأمور طبيعية بالنسبة لدفاع فريق أمل عين مليلة. كرة للفريق الأحمر، أمل عين مليلة بوسط خودي ويلا، لكن رأسية خلفية مع وجود عدد كبير من لاعبي شباب قسنطينة. ثم طويلة في وسط الميدان، كاغا بيغا عبد الرحيم، ثم تمرر هذه الكرة على الجهة اليمنى، طويلة طويلة نسبيا هذه الكرة. ربما شباب قسنطينة قد يتأثر بغياب واحد من أحسن لاعبيه حتى الآن، بالخير لأكد قيمته ومستواه، بالخير المصاب رجل المباراة الأخيرة لفريق شباب قسنطينة يغيب، بالإضافة طبعا لبن عيادة المعاقب وكذا جعبوط المصاب، مجموعة من الغيابات. طبعا سنتحدث عن غيابات الطرف الآخر. كناش في هذه الكرة، يضيع كناش هذه الكرة، تعود لفريق أمل عين أو شبيبة أو شباب قسنطينة. سوء تفاهم بين الدفاع من جانب فريق أمل عين مليلة، وكأنه نوع من التخوف والارتباك موجود على عناصر فريق أمل عين مليلة. مراوغة ذكية جدا هذه الكرة، تمريرة ثم من هناك ربما على الجهة اليمنى أفضل، لا لا انتظار الكرة، الانتظار في وقت نقدر نقول غير مناسب بالنسبه للاعب امل عين مليلة، يضيع على الفريق المحلي فرصه على الاقل كره خطيره. عروسي يغير جهه اللاعب العمري او زعلاني اللي كانت عنده الكره، دائما نصائح وارشادات عبد القادر عمراني لفريقه، طويله هذه الكره، دائما متتاليه هذه النصائح والارشادات، وقلت وضغط كبير على المدربين خاصه الذين لم يبداوا البطوله بطريقه جيده. الضغوطات من الجميع، سواء من المحبين، من الانصار، ايضا حتى من الاعلاميين. شحرور فيها التغطيه، حاضر في مكانه شحرور اسلام من مولد 90 بالجزائر العاصمه، اللاعب السابق لنادي بارادو. كره لعمل عين مليلة، تمريره لكنها خاطئه، تعود الكره لعناصر فريق جمعيه أو شباب قسنطينة. الخروج ببطء من جانب عناصر شباب قسنطينة في مهمة ترك
أو سماح للاعبي الشباب بالصعود وبالتالي الاحتفاظ والحفاظ على الكرة يبقى الهدف الرئيسي بالنسبة للاعبي فريق شباب قسنطينة، لأننا نشوف أنه لما تكون الكرة في منطقة شباب قسنطينة الصعود يتم بهدوء وببطء نوعا ما. بشريفة يعيد الكرة إلى الخلف إلى شحرور، شحرور يغير والآخر العودة إلى الوراء وين موجود عروسي، عروسي يغير جهة اللعب دائما لزعلاني، زعلاني نشاط كبير على الجهة اليمنى، نفس الطريقة على الجهة اليسرى بالنسبة لوليد بن شريفة، ثم شحرور لكن الحكم يأمر بتوقيف اللعب لإسعاف ربما عروسي على ما أعتقد على أرضية الميدان، ربما تدخل من أحد اللاعبين حكم المباراة نذكر سي سعيدي يتدخل في هذه اللحظة، واحد من أبرز وأحسن حكامنا على المستوى الوطني. عيشي يقوم سليما معافى الكرة بعيدة بعيدة لكن يوصل على الكرة إلى التماس بعيدة نوعا ما هذه الكرة بالنسبة لشباب قسنطينة. بن شريف القائد على الجهة أو قائد الفريق ينفذ هذه الكرة للحداد، حداد يوزع وتدخل الدفاع، تدخل الدفاع من جانب فريق أمل عين مليلة وتبقى الكرة لفريق شباب قسنطينة لنقدر نقول أنه يريد المباغتة في البداية بينما الحكم يشير إلى مخالفة ضد كاغامبيغا ولصالح الدفاع بالنسبة لكناش ودفاعه من جانب أمل عين مليلة. شباب قسنطينة مركز حتى الآن خامس ربما ما نقولش بعيد عن تطلعات الفريق لأنه البطولة فقط في بدايتها، لكن الأنصار ربما كانوا يتمنون وينتظرون بداية أفضل، لكن تبقى البداية مجرد بداية، الوقت مناسب لتصحيح الأمور بالنسبة لكل النوادي. بينما هذه الكرة من هناك على الجهة اليمنى دائما يعمل عين مليلة إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى، الذكاء كان حاضر من جانب دفاع فريق شباب قسنطينة. الفريق يتحصل على ضربة مرمى للحارس رحماني شمس الدين من مواليد 90 بعنابة، والآخر أكد على إمكانية طيلة الموسم الماضي والمواسم الماضية. طويلة هذه الكرة أمامية باتجاه كاغامبيغا، في خطأ، فعلا في خطأ واضح بعد تدخل من كناش محمد لربما يستحق بطاقة صفراء. نشوف اللقطة، مشى كاغامبيغا تمكن من هذه الكرة لكن التدخل والعرقلة كانت واضحة، شوف العرقلة هنا في هذه اللقطة، العرقلة كانت حلا وحيدا في مثل هذه الوضعيات من جانب كناش محمد. طبعا الشكر لكل الزملاء الحافلة التابعة الرقمية التابعة لمحطة قسنطينة الجهوية بقيادة المخرج سمير قنز، تحية للجميع. كرة ثابتة أمامها الثنائي من جانب شباب قسنطينة، ربما حداد المؤهل لتنفيذ هذه الكرة من خلال حديثه مع الجدار والحراسة الفردية المضروبة على الجميع داخل منطقة العمليات، خاصة وأن الكل يرافق ويراقب التحركات. عيشي أم حداد أمام هذه الكرة، حداد يتقدم يترك الكرة لعيشي أرضية لكنها تصطدم بالدفاع بالجدار المكون من ثلاث لاعبين، هجمة سريعة مرتدة لكن الكثافة العددية غير كاملة من جانب فريق أمل عين مليلة. في الأخير كرة صيام الشريف تضيع إلى التماس، نقول تضيع في اللقطة لكن تبقى الكرة لفائدة أمل عين مليلة. بيطام طويلة في وسط الميدان، الحكم قريب من اللقطة يتدخل ويشير إلى مخالفة لفائدة شريف صيام. عشر دقائق مرت من زمن المباراة، دائما أمل عين مليلة صفر شباب قسنطينة صفر، والأخضر عجالي وآخر النصائح والتوصيات للاعبيه للحفاظ أو لتحقيق نتيجة طيبة في مباراة اليوم. طويلة أمامية
داري من هذه الكرة التي مرات تبقى ما تخرج، وصول على الكرة لكن بالقسم يعود إلى الوراء. بن شريف وليد يرفع القائمة الثانية وفيه خطأ، يقول الحكم فيه ارتقاء غير قانوني إن صح التعبير أو خطأ من جانب زعلاني بالنسبة لفريق شباب قسنطينة. سي عمار مرة كورته من هناك، العودة إلى الوراء على الجهة اليمنى. عناصر أمل عين مليلة، الكرة دائما في منطقتها بواسطة جغمة بيطام، تبادل كروي لكن في منطقة أمل عين مليلة. ونشوف اللقطة بالنسبة للمدرب عمراني يطلب من لاعبيه الضغط على حامل الكرة في منطقة أمل عين مليلة. هذا أمر نقدر نقول مفهوم وطبيعي، يعني مطلوب ومفروض على لاعبي أمل عين مليلة بذل مجهودات مضاعفة وتركيز عالي للقيام أو لعملية الانتقال من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية، ما دام أنه لاعبي شباب قسنطينة يضغطون على مدافعي أمل عين مليلة. بينما هذه الكرة لمجموعة من المراودة من شباب قسنطينة، بن شريف على الجهة اليسرى يمرر بطريقة ذكية، توزيعة تصطدم بالدفاع لكن ما تخرج. بالأخير تدخل أحد المدافعين، ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم؟ الكرة يقول أن الكرة ربما تجاوزت الخط، وبالتالي ركنية. طبعا احتجاجات من جانب بن يحيى ورفقائه في هذه الكرة وفي هذه اللقطة. نشوف التمريرة من هنا، ماذا هناك؟ الركنية، كنت أعتقد شيء آخر. الركنية في الأخير اللي حدد تنفيذ هذه الركنية. القائمة الثانية بعيدة 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 كثير، لكن الوصول على هذه الكرة توزع دائما في الجهات المعاكسة. تنفيذ الركنية بطريقة خاطئة وضعيفة جدا. شوف كرة من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين وبدون نتيجة. هذا بالنسبة لفريق شباب قسنطينة يضيع هذه الكرة الثابتة. بوفناش حارس فريق أمل عين مليلة، أمل عين مليلة الفائز مرتين والمتعادل مرتين والمنهزم في آخر مباراة. قوي كذلك في هذه اللقطة من جانب لاعب شباب قسنطينة عايشي منير. طبعا الصراعات الثنائية موجودة في كل المباريات، وربما في هذه البداية شفناها في الكثير من اللقطات، خاصة تدخل عايشي في هذه اللقطة على اللاعب جغمة هود أحمد طه المواليد 94 ببسكرة. في الأخير سلامات لجغمة هود أحمد طه. حديث الحكم مع كل اللاعبين لوضع الأمور في نصابها وفي طبيعتها. المخالفة في وسط الميدان لصالح فريق أمل عين مليلة، تنفذ هذه الكرة بواسطة حكيم خودي طويلة لكنها تضيع، تقطع على مستوى الدفاع. هجمة معاكسة من جانب فريق شباب قسنطينة، تمريرة ذكية في وسط الميدان. حداد في هذه الكرة ينتظر كثيرا ثم يغير ربما جهة اللاعب على الجهة اليمنى دائما بواسطة النشط زعلاني. زعلاني هدأ الأمور، تعود الكرة إلى الوراء لفريق شباب قسنطينة. تبادل كروي بين الرفقاء. مشحرور في متوسط الدفاع ينتظر كثيرا، شحرور طويل هذه الكرة باتجاه المهاجم كاغا مبيغا الذي يستفيد من مخالفة واحتجاجات من جانب كناش محمد. بطاقة مجانية، بطاقة مجانية للاعب رقم 25 زياد رابح. شوف اللقطة، الحكم تدخل أعلن عن مخالفة، الكلام فيما بعد في اعتقادي لا يضر ولا ينفع، بالعكس لا ينفع لا يضر، ما دام أنه زياد يتلقى بطاقة صفراء بسبب الاحتجاج، بمعنى أنه زياد لن يلعب المباراة القادمة.
هذه ربما أقل الخسائر الممكنة في بالنسبة للمباراة القادمة، والتخوف من بطاقة ثانية إذا وجب على اللاعبين حتى ولو يكونوا غير مقتنعين بقرارات الحكم، وجب عليهم الامتثال للأوامر والقرارات كيف ما كانت. على كل نتحدث من الناحية النظرية، لكن فوق أرضية الميدان الطبيعة تختلف والعقلية تختلف والوضع أيضا يختلف تماما. مخالفة لفريق شباب قسنطينة على خط منطقة العمليات، تنفذ هذه الكرة عن طريق بن شريفة، وتدخل الدفاع، تدخل الدفاع من إيبو زيدان الذي يتعرض للعرقلة، والمخالفة تعود الكرة لصالح فريق شمال عين مليلة. شوف تدخل بيطام ومتابعة بيطام الذي ارتكب عليه الخطأ. خدي بيطام، ويل هذه الكرة من كناش، لكن مرت من أمام الجميع. ملاحظة الأولى ربما تقريبا 17 دقيقة أو أكثر ولا فريق هدد مرمى الفريق المنافس، ولا فريق وصل إلى منطقة العمليات من خلال كرات ملعوبة ما عدا الكرات الثابتة بالنسبة لفريق شباب قسنطينة. بن شريفة القائد يعود له الكرة، يمرر، تبادل كروي بين عناصر فريق شباب قسنطينة. طبعا كرة العمري ثم شحرور ثم يبعد هذه الكرة، العودة إلى الوراء دائما، العمري طويلة في وسط الميدان، كثافة عددية من جانب فريق ولاعبي شباب قسنطينة. تمرير هذه الكرة، محاولة التزييد وانتظار ثم التمريرة، طبعا الحكم جزء من اللعبة، بالتالي تعود الكرة لأمل عين مليلة للحظات فقط، وتدخل كناش في الأخير وإبعاد هذه الكرة لتصل إلى رحماني، لكن من الرفقاء فقط. رحماني بعيد كل البعد عن الخطورة في هذه الدقائق التي مرت من المرحلة الأولى من زمن المباراة. زعلاني إلى التماس، شباب قسنطينة بطل الموسم الماضي برصيد 57 نقطة، 3 نقاط كانت فارق بين الملاحق، وأمل عين مليلة كان نائب بطل بطولة الرابطة المحترفة الثانية الموسم الماضي وراء البطل مولودية بجاية. الفريقان عاد إلى حظيرة الكبار رفقة أهلي برج بعريريج. مولودية بجاية وجمعية مليلة عين مليلة لحد الآن حققا نتائج مقبولة جدا على العموم، في حين أهلي البرج مطالب بالاستفاقة، مطالب بالانتفاضة، مطالب بتغيير الأمور لتحسين الأوضاع قبل فوات الأوان. كرة جميلة على الجهة اليمنى لفائدة فريق أمل عين مليلة، تنفذ هذه الكرة لكنها تصطدم بالدفاع. بن شريفة تبقى الكرة لأمل عين مليلة، تبادل الكرة بين عناصر الأمل لكن في منطقة نقدر نقول بعيدة نوعا ما. شوف هذه الكرة جغمة، احتفاظ بالكرة مع الجهة اليسرى، يلا تمريرة ذكية على الجهة اليسرى لكنها مفهومة، مفهومة ومقروءة إلى التماس. إيبو زيدن يتولى تنفيذ هذا التماس، إيبو زيدن نفذ هذه الكرة وضائعة تماما مباشرة إلى التماس هذه الكرة، لكن لفريق شباب قسنطينة التمريرة كانت خاطئة. زعلاني يلعب كورتو مع شحرور، السرعات تتواصل في وسط الميدان، التفوق قسنطينة في هذه وقسنطينة في هذه الكرة بدون خطأ، يقول الحكم سعيد يأمر بمواصلة اللعب لصالح عمل عين مليلة. هذه الكرة الطويلة، توقيف الكرة بطريقة جيدة ثم المحاولة تزيدة قوية،
تسديده جانبيه من صيام شريف. صيام شريف روض الكره، روض سدد لكنها افتقدت الى الدقه والقوه اللازمتين وكانت جانبيه. نقدر نقول اول تهديد حقيقي، توقيف الكره، الترويض بطريقه جيده ثم التسديد، الكره مرت جانبيه على يمين رحماني، اول تهديد جدي لفريق امل عين الهلال. ثم كره اخرى هذه المره على الجهه اليمنى، خطيره من هناك على الجهه اليمنى، اثنين ضد اثنين ثم اثنين ضد اربعه، انتظار او ينتظر كثيرا المحاصره والمضايقه، تبقى الكره داخل منطقه العمليات ورحماني بدون ادنى اشكال يخرج يرتقي ويتحصل على الكره بدون اشكال. عروسي ثم زعلاني، الحكم يامر بمخالفه واعاده تنفيذ المخالفه لصالح حداد الى رفيق شحرور، ثم من هناك على الجهه اليسرى بن شريفه، طويل هذه الكره وتقطع على مستوى الدفاع، تعود لفريق امل عين مليلة. المرة خطيرة هذه الكرة من جانب فريق أمل عين مليلة، محاولة المراوغة ربما من بن يحيى على الجهة اليمنى إلى ركني، لا الحكم يقول ركني، الحكم يشير إلى ركني مع زائد ابتسامة، زائد ابتسامة من الحكم المساعد، الركنية لفريق أمل عين مليلة. سي عمار يتولى تنفيذ هذه الركنية لأول مرة، ربما صعود 5 و6 لاعبين من جانب أمل عين مليلة، رأسية لحسن حظ شباب قسنطينة أنه رحماني كان في المكان المناسب، وحتى كرة زياد ربما كانت رأسية وكفى يعني بدون حسابات. شوف وضعية مناسبة لزياد والوضعية أيضا مناسبة من جانب الحارس رحماني الذي صد هذه الكرة مرتين متتاليتين، يصل هجوم أمل عين مليلة إلى الحارس رحماني، لكن النتيجة تبقى على حالها متعادلة 0-0 بملعب أول نوفمبر بباتنا بين أمل عين مليلة الفريق المحلي وشباب قسنطينة الضيف الزائر. طبعا فيه لاعبين إمكانيات كبيرة خبرة كبيرة من الجانبين موجودين على مقعد البدلاء، طبعا تواجدهم في مقعد البدلاء عادة ما يكون نقدر نقول خيارات وحسابات تكتيكية تقنية من المدربين أو من الطاقمين الفنيين، سواء بالنسبة لأمل عين مليلة أو شباب قسنطينة. ويكفي أن نذكر واحد من الفريقين نقدر نقول عبيد محمد أمين، واحد من أفضل هدافي الفريق القسنطيني الموسم الماضي أو أفضل هداف، موجود في كرسي الاحتياط وهو الذي افتتح عداده التهديفي في المباراة الأخيرة. كرة ضايعة يستعيد فريق شباب قسنطينة، كاغامبيغا ثم تدخل موفق مرة ثانية لدفاع فريق أمل عين مليلة. طبعا كما يقال أهدر يحضر، سمير قنز يتابع التعليق عن كثب، يتجاوب مع تعليقنا من خلال الصور المقدمة في كل مرة. كرة على الجهة اليمنى بالنسبة لشباب قسنطينة، عايشي كورتو وتدخل الدفاع، تدخل موفق من جانب حكيم خودي، رسم المباراة بطيء في اغلب فتراته. ويل هذه الكرة داري لكن فيه دفع او فيه وضعية تسلل من خلال اشارة الحكم على الدفع على كناش، وايضا فيه وضعية تسلل يشير لها الحكم. كرة لأمل عين مليلة على الجهة اليمنى، طويلة، تغيير جهة اللعب مباشرة الى سي عمار، ثم التمرير. لاعبي فريق أمل عين مليلة في الحقيقة صيام مثل هذه اللقطة مضطرية تغيير جهة اللاعب من هناك على الجهة اليمنى، التوزيع إلى الركنية. أمل عين مليلة يقترب شيئا فشيئا من مرمى فريق شباب قسنطينة من خلال الركنيات
أو الركنية الثانية، ومن خلال نقدر نقول اللقطة الثالثة القريبة من الحارس الرحماني. تتنفذ الركنية وتدخل الدفاع إلى التماس، كل لاعبي فريق شباب قسنطينة في منطقتهم. نفذ هذه الكرة بسرعة، ثم العودة إلى الوراء. كناش ابو زيدن، ثم العودة مرة أخرى لخودي طويلة مباشرة للدفاع من جانب شباب قسنطينة. الحكم يشير إلى مخالفة، طبعا ابو زيدن غير راضي على قرار الحكم بعد التدخل اللي كان ربما على زيتوني. شوف توقيف الكرة، والحكم رأى أنه فيه دفع على زيتوني. حداد حداد ينفذ كورته ويعود بها الى الوراء. جاني فريق شباب قسنطينه شحرور نفذ هذه الكره كاغامبيغا طويله او بعيده هذه التسديده. طبعا المحاوله من جانب هذا اللاعب البوركينابي. كاكا مبيغا عبد الرحيم سلام من مواليد 95 ببوركينا فاسو، الذي كان يلعب مع اسفا وكادوغو. كرة لأمل عين مليلة دائما على الجهة اليمنى، أكثر محاولات من جانب الأمل لكن تقطع عن طريق الدفاع. وليد بن شريف يغطي كرته كما يجب، ثم حداد عود مرة أخرى لشباب قسنطينة. بشريفة بشريفة يغير تماما من جهة اللعب، أكثر نشاط من جانب الظاهرين. بشريفة توصل الكرة، يحتفظ بها يبحث عن المراوغة، لكن يعني نقدر نقول للحظات تبقى لبن شريفة. بشريفة بمحاولة التمرير بطريقة ذكية، لكن تضيع في الأخير هذه الكرة، تبقى أخذ ورد داخل منطقة العمليات، وسهلة بالنسبة لبوفناش. بلال شوفوا كانوا اللاعبين ما مش نقدر نقول وكانوا فيه ضغوطات على اللاعبين، خاصة لاعبي شباب قسنطينة في هذه اللقطة. ونشوف لقطة أخرى مماثلة، تضيع الكرة بطريقة سهلة من جانب فريق أمل عين مليلة، وبشريفة يعود إلى مكانه الطبيعي على الجهة اليسرى في تبادل كروي بينه وبين العمري. تعود لابن شريفة ثم إلى وسط الميدان. حرور في التغطية على الجهة اليمنى. زعلاني يوزع القائمة الأول، توزيعة في القائمة الأول، لكن المتابعة ما فيش، والمتابعة فقط كانت من الحارس الذي أغلق المنافذ وتحصل على الكرة. تعود مرة أخرى للدفاع مباشرة إلى آخر المدافعين. رحماني تبادل كروي بينه والرفقاء شحرور ثم حداد. حداد تعود من زيتوني، حداد دائما في هذه الكرة. أمور هادئة حتى الآن في الجانب الهجومي على الجهة اليمنى، على الجهة اليمنى الكرة تجاوزت الخط. قلت كرات بسيطة تضيع من الجانبين، سواء من جانب أمل عين مليلة أو من جانب شباب قسنطينة، كرة تبدو بسيطة سهلة ضاعت من الجانبين في ظروف نقدر نقول طبيعية وعادية، وكأنه ضغط المباراة تخوف من النتيجة باد وظاهر ومؤثر على كل لاعبي أو على كل اللاعبين. النصف ساعة الأول ينقضي والتعادل هو سيد الموقف، صفر مقابل صفر بين الأمل المحلي أمل عين مليلة الذي يلعب بباتنا، والفريق الضيف الفريق الأخضر شباب قسنطينة بطل الموسم الماضي. تماس نفذ هذه الكرة، توزيعة توقف هذه الكرة، ثم تدخل الدفاع بواسطة شحرور ويلا عود مباشرة لدفاع أمل عين مليلة إلى الحارس بوفناش.
فيقو خودي حكيم خبرة وإمكانيات كبيرة عند اللاعب خودي الذي خاض عدة تجارب ضمن الكثير من الفرق الكبيرة، واليوم هو موجود في أمل عين مليلة العائد بعد طول غياب إلى رابطة المحترف الأول. نقدر نقول هي المكانة الطبيعية لهذا الفريق، والبداية حتى الآن هي بداية مقبولة جدا لهذا الفريق في حظيرة الكبار. وليد بن شريفة يعود إلى الوراء، ثم العودة إلى الوراء. الحلول نقدر نقول غائبة ومغيبة من الجانبين، يعني وقت طويل. ربما سعيد بوطالب فيما بين الشوطين راح يعطينا أكثر تفاصيل من الجانب التقني، يعني وقت طويل يستغرقه وتستغرقه العملية الهجومية من الجانبين، سواء عملية بناء الهجمة من شباب قسنطينة أو عملية بناء الهجمة من جانب أمل عين مليلة. رتم بطيء جدا من الفريقين حتى الآن، بينما هذا الكرة وهذا الخطأ يقع فيه الحارس بوفناش. حداد العودة إلى الوراء، العمري يغير العمري جهة اللعب، زعلاني، زعلاني هو الآخر يعود إلى الوراء، الكرة منذ عدة دقائق موجودة، بينما هذه الكرة على الجهة اليسرى، التوزيع بالفعل القائمة الثانية وتدخل الدفاع، وتعود مرة أخرى لفريق أمل عين مليلة في هجمة يفترض أن تكون سريعة مرتدة، لكن الكرة ضاعت وعادت مرة أخرى لشباب قسنطينة. توزيعة والرأسية، التوزيعة والرأسية، رأسية من؟ كاغامبيغا أم مدافع أمل عين مليلة؟ الصورة تؤكد أنه ركنية لصالح فريق شباب قسنطينة. عيشي يتولى تنفيذ هذه الركنية القائمة الأول. الكرة الأخطر، هذه هي الكرة الأخطر في المباراة، الكرة الأخطر في هذه المباراة من بالقسم اللي نقدر نقول نشاطه قليل في هذه المرحلة الأولى. رأسية بالقسم وجدت بوفناش بكامل إمكانياته تتنفذ الركنية الثانية، رأسية أخرى خطيرة، رأسية أخرى ثانية خطيرة دائما من جانب شباب قسنطينة. دقيقة 33 هو توقيت ووقت أخطر كرة في المباراة، بعد هذه الكرة بالقسمي أو هذه الكرة الركنية، عيشي الركنية بالقسمي وبوفناش في المكان المناسب، ثم الركنية واللقطة الموالية. دائما الكرات الثابتة هي اللي تشكل كثير أو تشكل بعض الخطورة على الحارسين، أما العمليات الهجومية يعني في سير اللعب قليلة جدا حتى الآن. تزيد من بعيد، كنت أريد أن أقول تزيد قوية لكنها متواضعة جدا، وضاعت وعادت في الأخير إلى شباب قسنطينة، وعودة أيضا من وضعية التسلل يشير لها الحكم. تغيير جهة اللعب على الجهة اليمنى، زعلاني، زعلاني يوزع بسيطة ضايعة، عود الكرة من عناصر فريق أمل عين مليلة، إيبو زيدان، إيبو زيدان ينتظر كثيرا لمرة كورتو، تعود له مرة ثانية لكن أبعد وأقوى، واحتجاجها زياد على أنه الكرة لمست لاعب شباب قسنطينة. حذاري من زياد لعندك أعتقد بطاقة صفراء الوحيدة في المباراة. زياد يملك البطاقة الصفراء الوحيدة حتى الآن في المباراة. تماس إيبو زيدان، طبعا زيتوني ضرورة تهدئة الأمور حتى وأنه زيتوني ضرب الكرة خارج المستطيل الأخضر، لكن ماهوش أمر كبير،
حتى يثير نرفزة لاعبي أمل عين مليلة. كرة من هناك على الجهة اليسرى دائما لفريق تزيدا وفناش. وفناش حتى الآن يقظ فطن حذر في كل الكرات. شوف كرة مخادعة بعد مرت من أمام الجميع الدفاع أو الهجوم. دائما كرة عن طريق زيتوني من جانب شباب قسنطينة ثم تدخل الدفاع لأمل عين مليلة. هجمة معاكسة ثلاثة ضد ثلاثة عن طريق اللاعب رقم 29 مباشرة إلى الحارس. الكرة سيام الشريف بدون نتيجة تعود مرة ثانية لشباب قسنطينة. بن شريفة ينتظر كثيرا بن شريفة يمرر القاسم يعود إلى الوراء وتهدئة الأمور في منطقة شباب قسنطينة. والحكم يشير إلى مخالفة ضد لاعب شباب قسنطينة ويستفيد منها أمل عين مليلة. بواسطة جغمة هود أحمد طه. وإلى هذه الكرة كرات كثيرة ضائعة من الجانبين في الأخير تستقر وتصل وتعود الكرة لفريق شباب قسنطينة لكن للحظات قليلة ما دام أن الكرة مباشرة إلى بوفناش. المستوى الفني لهذه الدقائق التي مرت من المرحلة الأولى 38 دقيقة متواضع جدا من الجانبين، ربما أفضلية نسبية ربما في قضية الاستحواذ على الكرة والاحتفاظ بالكرة من جانب شباب قسنطينة، أفضلية أقول نسبية لكن من حيث الأداء العام تقارب كبير في مستوى الفريقين ومستوى فني متواضع ربما متوسط في أحسن حالاته. الركنية عايشي يتولى دائما تنفيذ هذه الركنيات من هذه الجهة. عايشي نفذ هذه الركنية القائمة الثانية الرأسية وسهلة بالنسبة لبوفناش. مفروض عليه ينتظر انتشار وخروج رفقائه لأن الكل كان في منطقة العمليات وأمر طبيعي أن ينتظر كثيرا. طويل هذه الكرة حتى كرة الحارس ما دام أنها مباشرة إلى المنافس المفروض أنه يلعب الكرة على الجهتين اليمنى واليسرى لمدافعيه أفضل من أن يمرر الكرة بطريقة طويلة لأنه عادة ما يكون أربع خمس مدافعين معهم لاعب واحد فقط من أمل عين مليلة وبالتالي طبيعي أن تكون الكرة ضائعة مباشرة إلى الفريق المنافس اللي هو فريق شباب قسنطينة. مخالفة يتدخل الحكم لصالح أمل عين مليلة لصالح سي عمار الذي ارتكب عليه الخطأ ويستحق البطاقة الصفراء. فعلا يستحق البطاقة الصفراء عيشي في هذا التدخل الخطر نوعا ما. عيشي سيتلقى البطاقة الصفراء في هذه اللقطة بعد هذه اللقطة بعد أن يسعف وتقدم له الإسعافات. إذن عيشي يحمل لتقدم الإسعافات خارج الأرضية الميدان ويتلقى بطاقته الصفراء المستحقة عقب هذه اللقطة قبل نهاية المرحلة الأولى والوقت الأصلي للمرحلة الأولى بأقل من خمس دقائق طبعا دون احتساب الوقت البديل.
الكل يتحدث مع الحكم، تشوف الحكم ملامح وجهه انه بذل مجهودات اكثر من اللاعبين، الجري وايضا الحديث مع اللاعبين والمسيرين ايضا. طويل هذه الكره، دخل الدفاع، تبقى الكره لفريق شباب قسنطينه، لكن الحكم يشير الى مخالفه لدفاع الامل، امل عين مليله. تغيير جهة اللاعب باتجاه زياد، راسية زياد خاطئة مباشرة إلى زعلاني ثم إلى زيتوني، زيتوني من جانب فريق ومن هناك تغيير جهة اللاعب على الجهة اليسرى، بن شريفة يوزع وتدخل الدفاع، بن شريفة يوزع وتدخل موفق من جانب عبد الرزاق بيطا مباشرة إلى الركنية، ركنيات كثيرة من جانب شباب قسنطينة لكنها غير مثمرة غير مفيدة لحد الآن. شوف التوزيع والتدخل الموفق من جانب عبد الرزاق بيطام مواليد 89 بعين توتا. ركنية أخرى لشباب قسنطينة، طبعا المناوشات والاحتكاكات موجودة داخل منطقة العمليات، الحكم مضطر للتدخل لتهدئة الأمور، تنفذ ركنية قائمة الثاني والحكم يشير أن الكرة خرجت ودخلت وبالتالي ضربة مرمى للحارس بوفناش. الكرة كانت دائرية. هناك على الجهة اليمنى عودة التسديد، التمريض ثم تسديدة قوية لكن تدخل الدفاع، تدخل الدفاع، تعود الكرة لفريق شباب قسنطينة لكن الحكم يتدخل ويعلن المخالفة على خط منطقة العمليات لصالح محمد بن شعيرة. شوف الدفع والجذب من جانب زيتوني أو من جانب القاسمي، الكرة طبعا تخيف مسؤولية ومحبي شباب قسنطينة في هذا الوقت، الكرة في موقع مناسب إن تم الاستثمار في هذا الموقع من جانب لاعبي فريق أمل عين مليلة مع وجود كثافة عددية للاعبين داخل منطقة العمليات من الجانبين من الفريقين. تنفذ هذه الكرة داخل منطقة العمليات والتدخل الدفاع، الخطورة تبقى قائمة من هناك، ما فيش متابعة، ما فيش في متابعة في منطقة حساسة من منطقة الحارس رحماني. شوف تنفيذ الكرة، المتابعة موجودة في هذه اللقطة، التمريرة ذكية ثم التوزيعة، شوف منطقة مهمة جدا ما فيهاش لا لاعبي الشباب القسنطيني ولا لاعبي أمل عين مليلة. رحماني تمرير في منطقة الفريق، الحكم الرابع الزواوي يشير إلى دقيقة واحدة كوقت بديل في هذه المرحلة الأولى التي مستوى الفني متواضع جدا. طويل هذه الكرة من شحرور، تبقى لفريق شباب قسنطينة عودة موفقة للاعبي الأمل، الصراع يتواصل لكن تعود مرة الكرة لزعلاني، زعلاني ينجح في التمرير لحداد، حداد يغير جهة اللاعب دائما من هناك، القائد بن شريفة، التوزيع داخل منطقة العمليات لكن تدخل موفق من بيطام، تعود الكرة لفريق أمل عين مليلة. طويلة هذه الكرة ربما الأخيرة في المباراة، طويلة طويلة الكرة من هناك على الجهة اليمنى، التغطية موجودة وماذا هناك، يقول حكم خطأ، كل يقول الحكم مخالفة على منطقة وعلى خط منطقة العملية، دائما حديث اللاعبين زياد
والرفقاء ربما بشأن هذه الكرة فيما إذا كانت داخل أو خارج. اللقطة واضحة خارج منطقة العمليات، اللقطة قلت واضحة، الكرة كانت خارج منطقة العمليات. طبعا احتجاج من لاعبي شباب قسنطينة، احتجاج على كل حال بسيط بشأن عدم وجود خطأ، واحتجاج من جانب لاعبي أمل علي الله بشأن مكان وقوع الخطأ. شوف هنا الخطأ واضح خارج منطقة العمليات والسقوط داخل المنطقة. بن شعيرة وسي عمار وكناش كلهم أمام هذه الكرة التي ستكون من دون شك الكرة الأخيرة في هذه المرحلة الأولى. خمس لاعبين يتحدثون عن هذه الكرة من جانب فريق أمل عين مليلة، خاصة أنه الموقع مهم والتوقيت مهم ايضا. تتنفذ هذه الكرة تصطدم بالدفاع مرة ثانية، مرت من امام الجميع، لكن في الاخير الحكم يتدخل ويعلن عن وضعية التسلل ويعلن ايضا عن نهاية المرحلة الاولى هنا بملعب اول نوفمبر بباتنا بتعادل فريقين امل عين مليلة وشباب قسنطينة بدون اهداف. القاكم سيدتي سادتي مع بداية المرحلة الثانية. تحية أيضا متجددة جمهورنا الرياضي الكريم، مرحبا بكم، عودة بكم أيضا إلى بلاتو من الملاعب أكيد للحديث عن الشوط الأول. شكرا للفرقة التقنية أو للفرقة التقنية لمحطة قسنطينة على الشوط الأول وهاتي الصور، وأيضا لزميل مسعود تشيشة على التعليق على مجريات هذا الشوط الأول. شوط أول إذا انتهى بدون رصيد، بدون أهداف وبدون نتيجة إيجابية مباشرة. ليك سعيد بطالب، يعني شوط أول كان بداية كان سريع، شفنا الفريقين دخلوا مباشرة في المباراة، لكن بعد الأقل مرور 15 دقيقة يعني في هبوط في الريتم، ما فيش أهداف، محاولات قليلة نوعا ما. ماذا يمكن كقراءة أولية على هذا الشوط تحليله من الجانب التقني؟ يعني نظن أنه كلا الفريقين حسوهم شوية متخوفين، فعلا كان اندفاع بدني، وهذا الاندفاع بدني نظن عادي لانه كلا الفريقين حبوا كل واحد يفرض شخصيته، يفرض طريقه لعبه على فريق الخصم. ولكن كما قلتي بعد الدقيقه 15 20 ريتم المقابله نزل شويه، بدنيا اللاعبين لازم يرتاحوا، خصوصا انهم كانوا يجريوا على كل الجبهات بسرعه بقوه كما قلت لك، باش كل واحد حب يفرض شخصيته وطريقه لعبه على الخصم. ولكن بعد ذلك بدينا نشوفوا في الدقيقة 22 بدينا نشوفوا المحاولات الخطيرة بدوها فريق جمعية المليلة، خصوصا عن القطفة عن طريق الخطيرة عن طريق اللاعب سيا في الدقيقة 20، وكذلك رأسية بعد ركنية لفريق عين مليلة من زياد اللي جات في يد الحارس. ومن بعد شفنا انه كثرت تمريرات ما بين لاعبين، اللاعب كان بطيء شويه، اللاعب كان بطيء. سنشاهد ربما ملخص لبعض هاته الصور مع محمد ستول. محمد اذا كان فقط هذه اللقطات اللي كان يتحدث عليها سعيد بوطالب. نعم هذه الصوره، هذه اللقطه الاولى اللي تحدثت عليها سعيد بوطالب من جانب عين مليله. نعم لاعب سيا اول لقطه خطيره نقدر نقول الوحيده نوعا ما، الوحيده نعم في الدقيقه 22 لانه اللاعب كان متمركز في وسط الميدان. هنا اللاعب سيا نقدر نقولوا خلط ما بين السرعه والتسرع، كان قادر يتأنى قليلا باش يكون في وضعيه جيده للتسديد ويقدر يسجل هدف ولا يلعب مع زملائه. وبعد جات ركنيه وين اللاعب زياد كما قلنا براسيه شدها الحارس رحماني تاع شباب قسنطينه،
ومن بعد شفنا انه رده فعل، ومن بعد كانت رده فعل من شباب قسنطينه للراسيه تاع بالقاسمي اللي كانت عن طريق ركنيه، لولا تفطن الحارس لكان يكون هدف. هاي ديك الفتحه وهي نشوف الكره. نعم. او الكره اللي كانت من شباب قسنطينه. نعم يعني ممكن نعاودوا فقط نشوفوا اللقطه، نشوفوا هنا الكره مثلا هذه من العمق، يعني هذه كره طويله من العمق. وشفنا ما استثمروش فيها جيدا، ما استثمروش فيها لانه اللاعب ما عرفش كيفاش يرود الكره، وحنا نعرفوا في كره القدم ابجديه. وهنا هذا هو البطل مسعود شيشه، منذ قليل كان طرح سؤال يعني. نعم. قالك زميل مسعود شيشه قال لك انه ما فهمناش في بطء في بناء العمل الهجومي والهجمه من كلا الفريقين، من شباب قسنطينه وحتى من يعني اصحاب الارض جمعيتين من. علاش سعد؟ اي لاعب يكون عنده كره قدم يشوف صحابه يتحركوا جيدا في الميدان ويعطوا له لا سوليسيون، تسمى لا سوليسيون المليحه باش يقدروا يمشوا للامام، يقعد الكره يقعد يتباطا بها. هاي ديك الكره الاخطر يعني في خطيره. هذا الشوط الاول هنا هذه اللقطه تاع اللقطه الخطيره تاع اللاعب بالقاسمي اللي كان قادر يسجل هنا هدف لولا يقظه الحارس. اللاعب يعيش يعني بوفناش كان دار يعني عده تصديات في المستوى يعني. وكان هنا متفطن اللقطه وقدر خطر، هذه كانت راح تكون هدف اكيد، هدف طبعاً. اكيد. فيما يخص السؤال تاع مسعود، نظن انه اللاعبين راهم يلعبوا ببطء لان الزملاء تاعهم ماهمش يعطوا لهم كثير تسمى دي سوليسيون اوفونسيف وتمريرات في العمق باش يقدروا يروحوا للامام ولا لمرمى الخصم. وكذلك ما تشكش سعيد انه ربما التخوف يعني يخافوا لما نشوفوا شباب قسنطينه راهو يلعب خارج القواعد يبحث على اول فوز خارج القواعد، مازال ما ربحش خارج قواعده. جمعيتين ملينا ايضا متالق بميدانه يحوس يحافظ على النتيجه ويبقى على الاقل في المركز الخامس. نظن انه كلا الفريقين كما قلنا راهو هذا مخوف من هذا لانه المقابله في ملعب جيد، في ملعب جميل. والله صدقني أرضية يعني رائعه جدا، ارضيه. نعم. ملعب. نعم. اول ارضيه جيده. نظن انه رائعه جدا، كل ظروف اجراء مقابله كبيره متوفره الان. المقابله راهي اكثر اندفاعيا بدنيا، راهو دون مستوى. نتمنوا ان شاء الله في الشوط الثاني بعد التعليمات بالك تاع المدربين الاخضر عجالي وعمراني، ان شاء الله اللاعبين يعاودوا يبدلوا شويه طريقه لعبهم باش نقدروا نشوفوا اهداف، خاطر احنا رانا نحوسوا على الاهداف فعلا. حتى شباب قسنطينه يعني شفنا انه بدا يضغط ومن بعدك فشل شويه، خلط يعني الطريق امام جمعيه عين ليله. ما انتوا راح يمشي بنفس الريتم في الشوط الثاني تتوقعوا؟ لا اظن ولا ذلك. عمراني راح يكون اذكى وربما راح يستثمر في ربما النقائص اللي كانت في جمعيه عين ليله. الان عين ليله جمعيه عين ليله لازم تهاجم، لازم تسجل، باش تسجل لازم تهاجم باكثر عدد ممكن من اللاعبين لانه قلب هجوم. كان عندها دفاع متقدم جدا. نعم، متقدم جدا، دفاع متقدم، خصوصا انه رانا نشوفوا بزاف اللاعب سيام كي توصلوا الكره ما كاش اللاعبين اللي يجوا من الوراء اللي يعطوه المسانده، خصوصا لاعبي الوسط. هنا نظن الاخضر عجالي يتفطن لها، وكذلك لازم يهاجموا ولكن بذكاء باش ما يخلوش المساحات الوراء. احنا نعرفوا انه فريق شباب قسنطينه في المرتدات كان فريق مرتدات فعلا. كانت مرتدات وفي المرتدات راح تكون مرتدات خطيره. ربما لانه في بطء في عوده فريق جمعيه عين مليله، ليس كذلك ربما هنا شباب قسنطينه راح يستثمر في هذه النقطه ايضا. كي لاعبي جمعيه عين مليله كي هاجموا ما يولوا ببطء في الدفاع فعلا. وحنا نعرفوا انه هذيك لا ترانزيسيون هذيك هي الديفيرونس. نعم، تقدر تكون مرتده من شباب قسنطينه تقدر تصنع الفارق. نعم فعلا. اذا سنتحدث عن شباب قسنطينه اكيد وعن جمعيه عين مليله، سنذهب عبد الرزاق لا شيء للتحكيم، يعني كانت في بطاقتان صفراوتان هكذا. ماذا يمكن ان نقول؟ الاولى كانت الدقيقه 16 فعلا للاعب زياد، كانت مخالفه اعلن عليها الحكم على محيط منطقه العمليات، كان قراره صائب، لكن كان احتجاج من طرف اللاعب زياد، قبله كان احتجاج من قائد الفريق بن يحيى اللي خلى زياد يجي يحتج على مخالفه حتى واذا كان بعيد شويه زياد. هاي ليك الصوره. اذا شكرا محمد ستول على هاته الصور وهذه اللقطات. هاي اللي كان لا هذه المخالفه الاولى اللي كانت البطاقه فعلا. هذه المخالفه الاولى اللي كان مسك كان خطأ دقيقه 11. نعم نعم، من جانب زعلاني ماشي في هذيك اللقطه. نعم.
هنا تاع الكره الخاصه بلمسه اليد اظن هكذا. لا لا ماشي لمسه اليد، هنا كان سوء تقدير من حاكم المساعد من على خروج الكره من عدمها، وكان سوء تقدير من حاكم المساعد. نشوفوا الكره احتجاج يعني لم تتعدى خط المرمى. هذه هي الطريقه، هي الكره اللي لمست. لا هي ماهوش ما لمستش الا اليد، لمست ظهره. نعم ها هنا وراحت. شوف كيفاش هنا كي عاود الحاكم الرئيسي عاود قال ركنيه. كان الحاكم المساعد كان عنده سوء تقدير تما، وطال قال بلي الكره خرجت، وهي الكره كانت مازال ما خرجتش، وكان كان سوء تقدير من الحكام. قلنا في الدقيقه 16 وين عطالو الاخر، كان هالك هنا 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 اللي عطالو البطاقه الصفراء. شفنا باللي الحاكم كان هنا تقديره كان صائب في قراره. نعم جا من بعيد القائد الفريق بن يحيى وزاد. نعم شوف هنا راهو هذيك، هنا راهي مخالفه، راهي ظاهره باللي كان مخالفه على محيط منطقه العمليات. لا داعي لهذه الاحتجاجات المجانيه. ودوك هنا شوفوا زياد خدا بطاقه صفراء اللي حتمنعه باش في المقابله المباراه القادمه، راح يكون غايب. يعني فريقه راح يحرم من خدمته في المباراه المقبله. يعني نشوف كانت صراحات ثنائية كثيرة، كانت صراحات ثنائية في حدود ربما احتباط الأخطاء في حدود اللعبة. ما عدا لقطة في الدقيقة الـ40 اللي عطال بطاقة صفراء للاعب شباب قسنطينة. كان اعترض على اللاعب جمعية عميلة عايشي، لاعب عايشي هو اللي كان اللي اعترض نعم في الدقيقة 39 بتهور وكانت بطاقة صفراء مستحقة. وهنا آخر لقطة عبد الرزاق خلالشي، هذه آخر لقطة كانت في الوقت بدل ضائع للشوط الأول. ماذا يمكن أن نقول على كانت مخالفة؟ كان هنا كذلك كان قرار الحاكم سعيدي صائب، وكانت ظاهرة خارج منطقة العمليات. نعم يعني هذه كانت محاولة من جمعية مليلة للعودة أكيد، أو لربما ضغط أكثر على منطقة شباب قسنطينة. كي نشوفوا المخالفات كانوا متوازين على مستوى منطقة العمليات من جهة شباب قسنطينة أو من جهة جمعية مليلة، وكان الحاكم حاضر فيهم، كان عنده 15 تدخل في هذا الشوط. لكن هل قراراته كانت يعني صائبه؟ كان قراراته يعني كانت نقدر نقولوا في 99% كانت صائبه. كان بزاف 99% منهم واش انا نشوفوا منهم كانوا تسللين لصالح شباب قسنطينه في الشوط الاول. عبد الرزاق حلالشي، بالنسبه للمباراه على الورق انت كيفاش كنت تصورها، والان على الميدان هل كنت تتوقعها اكثر؟ ربما الاخطاء راح تكون فيها اكثر، البطاقه الصفراء راح تكون اكثر، ام يعني ما حدث هو عادي جدا؟ عادي احنا واش انا نشوفوا انا بعد الاحصائيات اللي عندي انا في المقابلات اللي بنروحنا رانا نقدر نقولوا نفس عدد المخالفات في كل مقابلات المباريات. بيقول عادي 16 تدخل في شوط، نقدروا نقولوا معدل عادي منطقي. وما شفناش باللي ما كانش خشونه، ولا كانوا احتكاكات عاديين كما قال سعيد، كان اندفاع بدني لكن في حدود اللعبه اللي ما كانش طلب من غير هذيك اللي قلت لك تاع في الدقيقه 40 اللي كان تهور من طرف لاعب شباب قسنطينه اللي على اثره في وسط الميدان، وكان يستاهل بطاقه صفراء. لكن عموما كان طاقم تحكيمي كان موفق في هذا الشوط الاول، كان حاكم كان في تنقلاته في تدخلاته في تموقعه، كان الحاكم كان حاضر في المقابله مشى مع الريتم. شفنا في الاربع سنوات الاولى كان ريتم لاباس لانه كان عالي جدا، كان عالي وما عاود نخافت شويه، والحاكم شفناه قريب من اللقطات حتى احنا نحوسوا على المحيط منطقه العمليات وين شفنا الحاكم حاضر واعلن على مخالفات. نشوفوا باللي سارت الشوط الاول سار في مثل ما كان متوقع في, في, يعني. في امان الحمد لله بالنسبه للحكام، ونتمناوها لهم ان شاء الله في الشوط الثاني ان شاء الله يا رب. سنعود اكيد للحديث عن الشوط الثاني. نعود لك سعيد ابو طالب، هدرنا على الشوط الاول، على كل ما ميز الشوط الاول، ريتم بناء هجومي بطيء جدا. شوط ثاني الان عبد القادر عمراني، بماذا وشنو هي التغييرات اللي ممكن يقوم بها؟ حتى ايضا الاخضر عجالي، شفنا الخضر عجالي شفناه بدايه المباراه قلق نوعا ما، هل سيغير في الشوط الثاني؟ هل سيكتفي او سيحافظ على نفس التوليفه؟ ربما ممكن يكون راضي عليها في الشوط الاول. نقطه مهمه اشرت اليها، الشوط الثاني وخصوصا هجوميا كلا الفريقين هجوميا ما صنعوش فرص
فعلا. فرص كثيرة خصوصا فرص خطيرة إلا على مخالفات، على مخالفة سور دي بالاريتي. احنا نعرفوا انه كرة قدم لازم الهجمة نبنيوها، هناك لاعبين من عين مليلة وكذلك لاعبين من شباب قسنطينة نعرفوا الخبرة تاعهم والتجربة تاعهم. نبداو بفريق عين مليلة، هناك اللاعب رقم 10 لطيف اللي راهو في الاحتياط، هو لاعب متميز، عنده رجل يسرى، يعرف يلعب جيدا كرة قدم، ويعرف يدير تمريرات جيدة في العمق للمهاجمين. وكذلك اللاعب رقم 9 كحربة هو اللاعب كوريبا، احنا نعرفوا انه اللاعب كوريبا يحب المساحات وعنده حس تهديفي. ان شاء الله ان شاء الله ممكن الخضر عجالي راح يقوم بهذه التغييرات باش يمد اكثر جرأة واكثر فرصة للهجوم فريق عين مليلة باش يسجل. بالمقابل فريق شباب قسنطينة كوم لو ازار في لاشوز، يعني هناك اللاعب عبيد رقم 9 كذلك ولاعب الجيلاني ويدخل في الشوط الثاني، ممكن مش في الشوط الثاني لانه لاعب كابانغا هذاك نظن يلا بوزي ان بتي بو اون بريمير ميتون في فريق دفاع عين مليلة. كان شويه مقلق دفاع عين مليلة، وحنا نعرفوا انه اللاعب عبيد ولاعب بالجيلاني، لاعب عبيد كلنا نعرفوه هداف البطوله الموسم الماضي، اول هدف الجوله الماضيه، نظن راهو الشاهيه زادت تفتح له تاع تسجيل الاهداف. ولاعب بالجيلاني كلنا نعرفوه انه لاعب تقني يعرف يلعب جيدا كره قدم. نظن هالتغييرين يقدروا اللاعبين هادو ما يمدوا ان بلوس ولو المدرب يدخلهم. يعني هذه التغييرات اللي ممكن يقوم بها عمراني، لان عمراني. اليوم عمراني ربما الهدف تاعو الوحيد انه حاب يربح خارج القواعد، يعني هذا اكيد لانه حصل نقطه واحده فقط خارج القواعد من مجموع نقولوا 5 جولات ورانا نعيشوا الجوله السادسه، عكس جمعيه عين مليلة اللي سجلت ربما هي منطق لا ادائها منطقي، سجلت 4 داخل القواعد و4 خارج القواعد، يعني هي الان راهي مرتاحه من هذا الجانب. يعني فريق مثل شباب قسنطينه ياوي يحوس يلعب على البطوله دائما، نقولوا ثلث مراتب الاولى، لان يعني المسيرين تاعهم قال لك احنا نلعبوا ثلث مراتب الاولى، لازم يبدا يحصد النقاط من هذه الجوله، لانه الفرق اللي راهي قدام على غرار وفاق سطيف ولا راهي ديجا في المرتبه الاولى. أكيد وفريق طبعاً. عين مليله اللي راه يحوس يلعب على تفادي السقوط ولا نقولوا باش يلعب في امان واطمئنان، يضمن نفسه في الدرجه المحترفه الاولى، يزم كذلك يفوز. نظن انه راح في الشوط الثاني راح نشوفوا تغييرات اكثر هجوميه منها دفاعيه. لكن ما راحش يتخوفون، ما يخافش عمراني ولا جالي انهم يغامروا بالهجوم الخوف هي شيء جزء من اللعبه فعلا. وكذلك لو كان تخاف ماكش راح تاخذ دي ريسك باش تسجل اهداف فعلا، لكن الخوف اللي زايده لحد ايضا ما يخليكش نعم تتبادر وتروح وتسجل، وهذا ما شفناه في الشوط الاول، بطء هجومي، غياب الاهداف. قبل فقط ان نذهب الى ملعب اول نوفمبر بباتنا، نذكر انه وصلنا اللحظه وفاه رئيس الاتحاديه الجزائريه للرياضات الميكانيكيه السيد شهاب بالول بمنطقة ميمون بأدرار، إن لله وإنا إليه راجعون، وكل تعازينا القلبية لأسرة الفقيد وألهمهم الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. إذن سيد بطل، مباراة كبيرة، شوط ثاني أكيد سيكون أحسن من سابقه ان شاء الله، نتمناو تسجيل اهداف، لانه لو اي فريق يسجل هدف راح نشوفوا مقابله مجنونه تختلف تماما. عبد الرزاق، شوط ثاني من حيث التحكيم تنتظروا في نفس المستوى، تنتظر ربما اخطاء اكثر، ربما فرص ما نقولوش تحكيميه اكثر؟ لا، احنا بالطبع الشوط الثاني راح يكون يقدر يكون مغاير على الشوط الثاني. احنا للحكام طاقم تحكيميه او تكلم في الشوط الاول يكون كان تنبيه من طرف المساعدين على الحاكم الرئيسي سي سعيدي في امور، حتى الحاكم الرابع زواوي، وان شاء الله يمشيوا مع المقابله كما مشات في الشوط الاول، راح حتما ان شاء الله. شكرا ايضا نعود لزميل مسعود تشيشه وانطلاق المباراه. مرحبا بكم سيداتي سادتي الى واقع الشوط الثاني الذي انطلق اللحظه، صوت الشوط الثاني، نتمنى
أن يكون أفضل من سابقه على الأقل من ناحية الأهداف، من ناحية الإثارة، وأيضا من ناحية الرتم، ويبدو أن الرتم قد يكون أعلى من هذه أو في هذه المباراة. طبعا تغيير وحيد من جانب فريق شباب قسنطينة بين الشوطين، تنفذ هذه الكرة لفريق شباب قسنطينة، قلت بالمختار يأخذ مكان عيشي، وهو التغيير الوحيد حتى الآن في هذه المباراة. الصورة واضحة بالنسبة للبديل بالمختار اللي عنده إمكانية كبيرة، ربما التغيير عنده حساباته. بالنسبة لعبد القادر عمراني لا ندري فيما إذا كان تغيير اضطراري أو تغيير لحسابات أو لتغيير الحسابات من جانب المدرب عبد القادر عمراني. التماس لفريق شباب قسنطينة، أو قلت لفريق شباب قسنطينة اللي الساعي إلى ربما تقديم الأفضل لتأكيد نتيجة المباراة الماضية، الفوز بميدانه بطريقة والأداء على حساب فريق اتحاد بالعباس. في المقابل أما العين مليلة يريد أن يؤكد، بينما هذه التوزيعة داخل منطقة العملية، تدخل وإعادة الكرة وعودة مجددة لفريق أمل العين مليلة بواسطة بن شعيرة. طويل هذه الكرة على الجهة اليمنى، خطيرة هذه الكرة على الجهة اليمنى، التوزيعة ضائعة. تبقى الكرة لفريق أمل عين مليلة داخل منطقة العملية، تسديدة إلى الركنية. ربما أول محاولة سريعة من جانب فريق أو رفقاء الصيام من جانب فريق أمل عين مليلة، المحاولة الأولى اللي نقدر نقول هجمة مرتدة سريعة من جانب فريق أمل عين مليلة في هذه البداية. قلت أنه يبدو أن الريتم قد يكون أفضل، قد يكون أسرع من الجانبين. ركنية لأمل عين مليلة، عدد كبير من اللاعبين داخل منطقة العملية القائمة الثانية الرأسية، بينما الحكم سعيد يتدخل ويعلن عن مخالفة لدفاع فريق شباب قسنطينة. شوط ثاني ينتظر منه الكثير، ينتظر أينه أيضا أنه عبيد يأخذ مكانه في هذه المرحلة الثانية من جانب فريق شباب قسنطينة. النوايا واضحة خاصة من عبد القادر عمراني، لما لا العودة بفوز ثمين من أمل عين مليلة أو من باتنا على حساب الأمل المحلي. في المقابل أمل عين مليلة له ما يقوله في هذه المباراة. كرة للأمل بواسطة جغمة هود، لكن طويلة هذه الكرة، مباشرة الدفاع شحرور، طويلة من جانب شباب قسنطينة، مباشرة للدفاع أمل عين مليلة، ثم كاغامبيغا لعب الكرة على الجهة اليمنى. كاغامبيغا يوصل على الكرة لكن يسدد بقوة أكثر من اللازم، الكرة قوية لكنها ليست داخل الإطار بالنسبة للحارس بوفناش. شوف مناسبة أو كرة نقدر نقول نوعا ما مناسبة، لكن نقدر نقول اختار الخيار الأسوأ في هذه اللقطة. كرة تعود لفريق عمل عين مليلة، ثم شوف أخذ ورد، يعني الكرة ما تبقاش كثير عند فريق، تمريرة تمريرتين ثم تضيع تعود للفريق المنافس. زياد تعود وتعود الكرة مرة أخرى، زياد ثم العودة إلى الوراء إلى منطقة أمل عين مليلة. خودي غير من جهته إلى إبو زيدان، ثم خودي بوفناش عود له الكرة، بيطام كرة، تبادل كروي بين عناصر أمل عين مليلة في منطقتهم، محاصرة والمضايقة على حامل الكرة. والمخالفة يشير الحكم لصالح بيطام. عبد الرزاق يتولى تنفيذ هذه الكرة، كناش طويلة من كناش، طويلة هذه الكرة بالأخير إلى ضربة مرمى بعد التفوق لصالح دفاع فريق شباب قسنطينة. حسابات كثيرة في هذه المباراة، قلت شباب قسنطينة يأكد نتيجة الجولة الماضية، فريق أمل عين مليلة يأكد البداية الموفقة وتعويض الهزيمة في آخر المباريات، آخر مباراة الجولة الماضية أيضا. يعني الحسابات متباينة، الأهداف متباينة من فريق إلى آخر، فريق صعد وعاد حديثا إلى الرابطة الأولى، وآخر هو بطل الموسم الماضي يريد أن يحافظ على لقبه
طبعا اللقب في المزاد بين العديد من الفرق، صعب جدا الحفاظ على اللقب، لكن المأمورية غيرت او ليست مستحيلة. وتدخل الدفاع، وتدخل الدفاع من بن شريفة في الوقت المناسب، خبرة إمكانية متميزة جدا اللي عند هذا اللاعب بن شريفة، اللي نقدر نقول من بين اللاعبين الذين أدوا موسم متميز جدا الموسم الماضي، يعني ثبات في المستوى وإمكانيات وخبرة واضحتين عند هذا اللاعب الوليد بن شريفة. رأسية داخل منطقة العملية، أخذ ورد ثم يبعد هذه الكرة لصالح فريق شباب قسنطينة. ذكية هذه المراوغة الأولى، لكن عودة موفقة للدفاع، وتعود مرة أخرى لكناش من جانب أمل عين مليلة. كناش على الجهة اليمنى بوسط زياد، تبادل كروي بين عناصر أمل عين مليلة في الأخير إلى زيتوني. حداد يمرر كورته على الجهة اليمنى، كاغامبيغا وجها له واحد ضد واحد، العودة إلى الوراء لزعلاني ثم حداد. كاغامبيغا يمرر كورتو داخل منطقة العمليات، وفناش ممتاز، فناش أو بوفناش ممتاز، ممتاز بوفناش، حرم فريق شباب قسنطينة من هدف، أقول حرم فريق شباب قسنطينة بوفناش فرق من هدف، هدف يعني وضعية مناسبة لبلقاسمي، استلم الكرة في ظروف مواتية، سدد بقوة، لكن الكلمة العليا لبوفناش بلال، ركنية لشباب قسنطينة، أرضية في القائمة الأول، تعود مرة ثانية، تهمل الكرة لشباب قسنطينة، زيتوني ضيع من هذه الكرة، تعود لعناصر فريق وبيطام من جانب فريق أمل عين مليلة، هجمة معاكسة 3-4 من جانب جمعية عين مليلة. ماذا هناك؟ ضربة جزاء لا معتق أو بطاقة صفراء يقول الحكم. على كل الحكم ينتظر صعود ونهوض بيطام، شوف اللقطة في هذه الوضعية، بيطام برأي الحكم أنه تحايل في هذه اللقطة، والظاهر أن قرار الحكم صائب، لكن تبقى الكلمة الأخيرة لخبير التحكيم. بيطام إذن يتلقى البطاقة الصفراء وهو بصدد شرح الوضعية للحكم الذي قرر أن يمنح له بطاقة صفراء. رتم المباراة صار أفضل وأسرع من الجانبين، والأمور والمباراة صارت أيضا مفتوحة على كل الاحتمالات من الجانبين، شاهدنا اللقطات من الجانبين. رحماني يعيد الكرة إلى وسط الميدان، طويلة أمامية مباشرة إلى الرفقاء في الخط الأمامي، من هناك على الجهة اليمنى قسنطيني، هذه الكرة المراوغة، التوغل داخل منطقة العمليات، لكن الدفاع في المكان المناسب، الدفاع حاضر من جانب شباب قسنطينة الذي يستعيد هذه الكرة، والانتظار والبطء في هذه العملية يمكن بالمختار من استعادة الكرة لفريق شباب قسنطينة. تماس زعلاني، شحرور تمريرة خاطئة تماما بطريقة غير مفهومة من جانب شحرور، ثم تعود الكرة للخط الخلفي، الاستعانة بالحارس رحماني، يمرر كورته في وسط الميدان قسنطينية، تبقى هذه الكرة لزيتوني، زيتوني طويلة هذه الكرة، تدخل موفق من الدفاع إلى التماس، تدخل موفق من الدفاع إلى التماس، طبعا بالقسمي سريع جدا، لو كانت الكرة في رجليه لكانت الأمور مغايرة لما آلت إليه. بطعم يستعيد هذه الكرة لكن للحظات فقط، عود للعمري إلى التماس، والوقت هو وقت التغييرات عادة ابتداء من دقيقة 60،
سهلة هذه الكرة لبوفناش. قلت عادة بدءا من دقيقة 60 تبدأ عملية التغييرات الطبيعية والتكتيكية، يعني ربما قبل ذلك أو في الكثير من المرات تغييرات اضطرارية قبل هذا الوقت، في الكثير من المرات اضطرارية للإصابة أو اضطرارية لخلل معين في المنظومة العامة لكل فريق. لكن بعد 60 دقيقة وبعد ساعة لعب الأمور والحسابات تطغى على التغييرات من الجانبين. إذن التغيير الأول من جانب عين مليلة، جلالي أحمد يدخل مكان رفيقه بن يحيى. بن يحيى إذن يغادر وجلالي أحمد يأخذ مكانه. ذكر أنه فريق شباب قسنطينة مع بداية المرحلة الثانية أحدث التغيير. القائد صار هو زياد. جلالي يدخل، بن يحيى يغادر، كرة لفريق عين مليلة. كناش طويلة من كناش، قد سي عمار هو اللي يخرج ربما. على كل تبقى الكرة لفريق الأمل، زياد، زياد غير جهة اللعب، تعود الكرة مرة ثانية، تبادل كروي بين زياد والرفقاء. في الأخير الحكم يتدخل ويشير للوضعية التي لا ترضي مهاجم فريق أمل عين مليلة. سي عمار أيضا غادر وكوريبا دخل. كرة قسنطينية دائما على الجهة اليمنى، الحكم يتدخل ويعلن المخالفة لفائدة الشباب القسنطيني في هذه الدقيقة 57. حداد، زيتوني، كرة مقروءة مفهومة لكنها تعود لحداد من جانب شباب قسنطينة، يغير على الجهة اليمنى، ضايق على حامل الكرة زيتوني، ينجح في هذه التمريرة. ابن شريفة، شوف وضعية ابن شريفة وليد، القائد مرار في القائمة الأول، لاعبين اثنين ساهم في إخراج هذه الكرة خاصة بيطام. شوف ذكية هذه التمريرة، دائرية أرضية نسبيا أو نوعا ما. الركنية يستفيد منها فريق شباب قسنطينة، ركنيات كثيرة استفاد منها شباب قسنطينة وحتى أمل عين مليلة، لكن حتى الآن بدون فائدة. حداد، تهديد سهولة تنفيذ هذه الركنية. القائمة الثانية وتدخل الدفاع، خطيرة هذه الكرة، تسديدة اصطدمت بأحد المدافعين ثم تسديدة الثانية من وليد بن شريفة وأخرى، وتعود هذه الكرة لأمل عين مليلة. هجمة معاكسة، أربع لاعبين من جانب أمل عين مليلة ضد ثلاث لاعبين من جانب شباب قسنطينة ثم أربعة ضد أربعة. انتظار هذه الكرة على الجهة اليسرى ثم مراوغة، والانتظار والانتظار ومحاولة مخادعة الحارس الرحماني. الكرة لحسن حظ الرحمن أنها مرة جانبية، ذكية 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 جدا هذه التمريرة. شوف توقيف الكرة بطريقة جيدة، المراوغة ثم انتظار الكرة ثم محاولة المخادعة من بن شعيرة، لكن لسوء حظ بن شعيرة أن الكرة مرت جانبية. ذكية جدا هذه الكرة وخطيرة أيضا، وكاد فريق شباب قسنطينة يتلقى الهدف الأول في هذه أو بعد هذه اللقطة. حداد، شوف اللقطة ومحاولة المخادعة بعد الكرة الدائرية في الزاوية البعيدة بالنسبة للحارس رحماني، لكنها كانت أبعد من اللازم. ودائما التوقفات هي فرصة للمدرب والمدربين لتقديم وتصحيح الأوضاع فوق أرضية الميدان. بينما أنصار جمعية عين مليلة
القاسمي هو الآخر، سريع جدا هذا اللاعب ومتميز جدا، خاصة لما تكون الكرة لاعب ضد لاعب. وإلى هذه الكرة في وسط الميدان لصالح شباب قسنطينة. 60 دقيقة مرت على زمن هذه المباراة. العمري كورتو لكاغامبيغا، بينما الحكم يقول أنه فيه عودة من وضعية التسلل. أيضا عودة من وضعية التسلل تسمح لدفاع أمل العين ميلة باستعادة هذه الكرة. وإلى هذه الكرة أمامية، وليد بن شريفة ينجح في تمرير هذه الكرة وتدخل الدفاع. ثم مقصية في وسط الميدان إلى التماس ولصالح فريق شباب قسنطينة. شحرور أحسن ما فعل أنه ترك هذه الكرة تخرج إلى التماس. دائما في انتظار تنفيذ هذا التماس من جانب فريق شباب قسنطينة. وإلى الكرة أمامية. كناش يتولى تنفيذ هذه الكرة. الله ينتظر صعود الرفقاء. في الأخير يضطر إلى تنفيذ الكرة قريبة منه ولصالح رفيقه زياد. غير تماما جهة اللاعب من هناك على الجهة اليسرى. إيبو زيدان طويلة أمامية، لكن الانتشار خاصة في الخط الخلفي من جانب شباب قسنطينة أفضل وبطريقة ذكية تسمح للاعبي شباب قسنطينة باستعادة الكرة، بينما الحكم يتدخل ويعلن عن مخالفة لصالح فريق عين مليلة. شعيرة يتولى تنفيذ هذه الكرة، بينما عبيد سيأخذ مكانه بعد لحظات. المختار وعبيد من شأنهما أن يحدثا الوثبة المنتظرة بالنسبة لعبد القادر عمراني في هذه الدقائق، لما يتميزان به من إمكانيات. دائما بن شعيرة يطلب المسافة القانونية والحراسة الفردية على اللاعبين داخل منطقة العمليات. تتنفذ هذه الكرة باتجاه القائمة الأول مباشرة خارج الملعب. كرة مباشرة بعيدة تماما عن الإطار، مضايعة من بن شعيرة محمد. رحماني ربما ينتظر حدوث التغيير. عبيد محمد أمين كان زيتوني نسيم فاروق بعد كان يلعب في البطولة البلغارية من مواليد 94 بسطيف. زيتوني يغادر وعبيد يأخذ مكانه. النوايا واضحة بالنسبة لعبد القادر عمراني في هذه المباراة، يريد أن يسجل ويريد أن يفوز. طويلة أمام هذه الكرة تعود لفريق أمل عين مليلة. خطير هذه الكرة على الجهة اليمنى، خطير هذه الكرة. توزيع وتدخل الدفاع في الوقت المناسب. عروسي تموقع جيدا وتدخل في الوقت المناسب. مخالفة دائما من بن شعيرة. تتنفذ هذه الكرة داخل منطقة عمليات، الرأسية بعيدة عن إطار مرمى الحارس رحماني، ولو أنها كانت من نيران صديقة كما يقال إلى الركنية. ركنية ثانية تنفذ بسرعة، توزيع القائمة الثانية وخروج موفق للحارس رحماني. خروج موفق وسريع وذكي لرحماني الذي يستفيد من خطر.
تبادل كروي بين عناصر شباب قسنطينة في منطقتهم. وليد بن شريفة كي هذه الكرة كاغامبيغا يوزع ما توصلش الكرة تقطع على مستوى الدفاع تعود لفريق شباب قسنطينة بواسطة أو الحكم يشير إلى مخالفة بعد ارتكاب الخطأ من هذا اللاعب القسمي. القسمي يرتكب الخطأ في هذه اللقطة ويسمح لفرقة من العين الميلاد باستعادة هذه الكرة. المراوغة دائما على الجهة اليسرى من بن شعيرة. بن شعيرة يمرر داخل منطقة العمليات سلسلة من المراوغات لكن ضايعة. تعود مرة أخرى لفريق الشباب القسنطيني بوسط زعلاني ثم المخالفة لعبيد. مخالفة لعبيد بعد تدخل من خودي. مخالفة للشباب قسنطينة. كرات الثابتة والمخالفات كثيرة من الجانبين لكن بدون نتيجة حتى الآن. تبقى الكرة قسنطينية توزيع داخل منطقة العمليات. تعود مرة أخرى أو الحكم يتدخل ويعلن المخالفة وكرة لصالح الدفاع لصالح كناش. المخالفة الثانية صعيدي قريب من اللقطات. مخالفة ثانية مرتكبة من حداد وكرة دائما لفريق أمل عين مليلة. تبادل كروي من جانب لاعبي أمل عين مليلة لكن بعيد كثير على منطقة الحارس رحماني. بن شريفة يستعيد هذه الكرة. بن شريفة طويلة صعبة جدا على بالقسمي لكن التفوق في الأخير أو ماذا يقول الحكم. مخالفة لصالح كناش. كناش محمد يستفيد من هذه المخالفة. طويلة هذه الكرة أمامية لكن وليد بن شريفة يقطع هذه الكرة. تعود لعناصر شباب قسنطينة. حداد أكثر من المراوغات يعني حداد كان أمامه لاعبين اثنين من جانب شباب قسنطينة لكن ضيع هذه الكرة. مخالفة لإيبو زيدان من جانب فريق عين مليلة بعد ما كان الخطأ على كوربيا. إيبو زيدان بقدمه اليسارية أكيد أن الكرة هتكون في نقطة تنفيذ ضربة الجزاء داخل منطقة العمليات ورحمن ينقذ الموقف. رحمن ينقذ الموقف من مثل أو من هذه الكرة. والكرات بهذه الطريقة عادة ما تخادع الحارس. شوف مرت من أمام الجميع ولم يلمسها أحد خاصة خطورتها في أنها ارتطمت بالأرض قبل الوصول إلى الحارس. إيبو زيدان كاد أن يفعلها في هذه اللقطة وهنا ربما المسؤولية أكثر للمدافع مدافع شباب قسنطينة اللي ترك هذه الكرة اللي كان من شأنها أن تخادع الحارس الرحماني إلى الركنية أو ضربة مرمى الحكم يقول لأنه في المرة الثانية لمست عبيد. بوفناش والآخر أدى دوره كما ينبغي إلى غاية هذه الدقيقة دقيقة 70 وحافظ على شباكه نظيفة بعد بعض اللقطات والكرات الخطيرة من جانب لاعبي شباب قسنطينة. نقدر نقول نفس الطريقة وبنفس الوجه ظهر الحارس رحماني خاصة في اللقطة الأخيرة. تماس بن شعيرة زياد ويستفيد الفريق من كرة بعد تدخل عمري.
زياد دائما في تنفيذ هذه الكرة. زياد تعود مرة أخرى. يغير جهة اللعب. لكن دائما في منطقة أمل عين مليلة. عن طريق بيطام. تبادل كروي ثم طويلة. سهلة للدفاع. العمري. إلى التماس. ولصالح أمل عين مليلة. بعد ما كان الريتم أسرع ونقدر نقول أفضل. عادت الأمور ورجعت نوعا ما إلى التباطؤ. شيء طبيعي. لأنه الآن الجانب البدني يتدخل والجانب البدني يحدد عادة مصير المباراة. المخالفة يقول الحكم. ذج حرور الذي ارتكب الخطأ. كناش. ابو زيدان دائما ما يتولى تنفيذ هذه الكرات من هذه المواقع وهذه الاماكن. ابو زيدان يتولى تنفيذ هذه الكره دائما في نقطه في ضربه الجزاء. تبقى الخطورة قائمة تزيد أخرى لكن تصطدم هذه المرة بالدفاع. خطيرة 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 هذه الكرة. صيام سدد بقوة لكن العارضة نابت عن رحماني في هذه الكرة. أخطر كرة المباراة. شوف هذه الكرة داخل منطقة العمليات. تسديدة قوية دقيقة لكنها ضاعت على فريق أمل عين مليلة. صيام الشريف شوف 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 شوف, شوف. صيام الشريف فعل كل ما يجب فعله لكن الحظ لم يكن الى جانبه. ما دام انه رحماني نقدر نقول انهزم في هذه اللقطه. وها هو يعترض بفضل العارضه في هذه اللقطه. بالجلالي هو الاخر دخل في هذه اللحظات. طبعا بالجلالي ربما للاحتفاظ بالكره اكثر في هذا الوقت الحساس من المباراة. طويل هذه الكرة. عروسي. تعود لفريق أمل عين مليلة. تغطية موجودة. كرة ما تمرش. تعود مرة أخرى من هناك على الجهة اليمنى. عبيد يطلب الكرة. عبيد يطلب الكرة على الجهة اليمنى. عبيد يطلب الكرة على الجهة اليمنى. على الجهة اليمنى. توزيعة توزيعة خطيرة. الهدف الأول. ماذا يقول الحكم في وضعية السلعلة بالمختار؟ الحكم يقول في وضعية السلعلة بالمختار. صعبة 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 هذه الكرة. اللاعب يستأنف. عدد كبير من لاعبي شباب قسنطينة فوق في أرضية ميدان أمل عين مليلة. من هناك هذه الكرة. تبادل كروي ثنائي داخل منطقة العمليات. توزيعة ربما والتسديد. توزيعة تصطدم بالدفاع والتغطية حاضرة وموجودة. تبقى الكرة لفريق أمل عين مليلة. المباراة صارت مفتوحة على كل الاحتمالات. يعني هدف ممكن يجي من هذه الجهة وتلك. الأمور متشابهة ومتساوية. كرة على الجهة اليسرى. توزيع وتدخل الدفاع. لكن تبقى الكرة لفريق أمل عين مليلة الذي يضغط في هذه اللحظات على الجهة اليسرى. توزيع من هناك. إبو زيدان على الجهة اليسرى يوزع. ما فيش متابعة. ذكية التوزيع لكن المتابعة غير موجودة. بالجلالي. ويلا. فيش مخالفة. الحكم قريب من هذه اللقطة. تعود لعناصر أمل عين مليلة. عبيد أعطاه نفس كبير وجديدة لفريق أمل ولفريق شباب قسنطينة. ثم من هناك توزيع ربما داخل منطقة العمليات وخروج موفق للحارس رحماني. رحماني الذي تلقى إنذارا شديد اللهجة. شوف هذه الكرة من عبيد بالمختار. صعب فيما إذا كان بالمختار في وضعية تسلل أم لا. بالمختار تابع الكرة بطريقة جيدة. شو بالجلالي. بالجلالي في هذه الكرة. يراوغ لكن يعرقل. يراوغ لكن يعرقل. مباراة ارتفع رتمها في هذه اللحظات. والحكم يتدخل دائما
حديث مع اللاعبين سواء بالنسبة للحكام أو بالنسبة للفريقين. طبعا بوفناش ورحمان يعرفون جيدا أن الوقت حساس جدا، الفريق الذي يسجل قد يفوز في هذه الربع ساعة الأخير. مخالفة بالجيلالي والعمري سيد علي، الثنائي أمام الكرة، ربما العمري هو من يتولى تنفيذ هذه الكرة، متعود على مثل هذه الكرات، نفس الشيء بالنسبة لي بالجيلالي. طبعا حوالي 4 و5 آلاف مناصر تنقلوا مع الفريق إلى باتنا من جانب أنصار شباب قسنطينة، دائما في انتظار تنفيذ هذه الكرة. مرة طويلة وخطيرة هذه الكرة، لم تكن ببعيدة على إطار مرمى الحارس بوفناش. مباراة في الشوط الثاني أحسن خاصة في هذه الدقائق، طويلة أمامي هذه الكرة مباشرة إلى الدفاع. فوق العارضة الأفقية رغم المتابعة من بوفناش، كرة من جانب فريق شباب قسنطينة بالجيلالي، بالجيلالي ذكية هذه الكرة في ظهر المدافع، خروج موفق من بالقاسمي، لكن الكرة لم تنتهي كما يتمناها أنصار السياسي. شوف ذكية جدا هذه التمريرة في ظهر المدافع، الكل يتفرج، بالقاسمي لم يحسن استغلال هذه الكرة. تمريرة دقيقة جدا وذكية جدا، غير مفهومة تماما بالنسبة لدفاع من عين مليلة. كناج ويلا تقطع على مستوى الدفاع، نشاط أكبر من بالمختار، دخل في هذه المرحلة الثانية بالمختار، سهلة تمريرته وتوزيعته مباشرة إلى الحارس بوفناش. طبعا التغييرات اللي قام بهم عبد القادر عمراني نقدر نقول غيرت إلى حد ما من الوجه العام لفريق شباب قسنطينة في هذه المرحلة الثانية. عبيد بالمختار وأيضا بالجيلالي، خاصة بالجيلالي اللي تألق في اللقطة الأخيرة. كرة لأمل عين مليلة وتهدئة الأمور، بينما فيه خطأ، فعلا فيه خطأ، وصول متأخر للدفاع لحداد الذي يستحق بطاقة صفراء ويتلقى البطاقة الصفراء بعد هذه اللقطة والوصول المتأخر. فعلا خطأ واضح يستحق البطاقة الصفراء. مخالفة يستفيد منها إيبو زيدان، إيبو زيدان من جانب أمل عين مليلة نفذ جل الكرات الثابتة لأمل عين مليلة، وجل الكرات الثابتة كانت فيها الخطورة واضحة، خاصة 3 أو 4 كرات الأخيرة. ضيف يأخذ مكانه في فريق أمل عين مليلة، مكان بيطام الذي يغادر، أو ربما التغيير راح يكون بعد هذه الكرة. أو ليس بيطام من سيغادر، ربما دائما في انتظار تنفيذ هذه الكرة. أخضر عجالي على أعصابه، وعبد القادر عمراني على أعصابه في هذه الدقائق الأخيرة، أو في هذه الدقائق 12 دقيقة الأخيرة. كناش يغادر، وضيف يأخذ مكانه من جانب فريق أمل عين مليلة في هذه الدقيقة 79، يعني 11 دقيقة قبل نهاية المباراة. تتنفذ هذه الكرة داخل منطقة العمليات، الحكم يتدخل ويعلن عن مخالفة لفائدة أو الكرة لصالح فريق شباب قسنطينة. ضيف هو الوجه الجديد في هذه المباراة، التغيير الأخير من جانب فريق أمل عين مليلة. حداد كان تلقى بطاقة صفراء منذ قليل بسبب الدخول أو بسبب الخطأ المرتكب. كرة قسنطينية في وسط الميدان من هناك على الجهة اليسرى، ترويض الكرة بصعوبة من بالقسمي، إعادة الكرة إلى الوراء، مساحات كثيرة موجودة، ثم التغطية تعود لفريق أمل عين مليلة. الصراعات تتواصل في وسط الميدان من الجميع أو من الجانبين. طويلة هذه الكرة أمامية بعيدة، بعيدة نوعا ما أو بعيدة كثير، ورحماني في التغطية واستعادة الكرة من جانب فريق شباب قسنطينة.
الشوط الثاني في عمومه افضل من ناحيه الفرص من ناحيه الريتم، ولو انه يتراجع من حين الى اخر بفعل المجهود البدني المبذول من اللاعبين طيله 90 دقيقه وطيله 80 دقيقه التي مرت ايضا دقائق الاخيره عاده هي دقائق الحسابات، ربما الذي تخدمه نتيجه تعادل يريد ان يحافظ على النتيجه، والذي يريد ان يفوز او لا يريد ان ينهزم ايضا لابد من تدخل الحسابات الطبيعي، والمفهوم انه امام علم الهلال يريد ان يستغل انه يلعب بميدانه ويريد ان يفوز في هذه المباراه، لكن المنافس اليوم هو فريق شباب قسنطينه ويبقى كل شيء ممكن في هذه الدقائق المتبقيه. طيف يستفيد من مخالفه يتولى تنفيذها بطام، وفي الاخير زياد القائد زياد ينفذ هذه الكره دائما لفريق من العلم للتسديده قويه قويه هذه الكره، ورحماني في المكان المناسب في الوقت المناسب، رحماني في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، تسديده قويه من بعيد، رحماني استعمل كل ما يملك لصد وانقاذ هذه الكره، نفذ ركنيه بسرعه ترفع القائمه الثانيه مقصيه لكن بعيده، مقصية لكن بعيدة هذه الكرة، وتبقى نتيجة التعادل هي السيدة بين أمل عين مليلة وشباب قسنطينة قبل نهاية المباراة بأقل من 8 دقائق دون احتساب الوقت البديل. تسديدة من ضيف ممتازة هذه التسديدة، لكن الامتياز أيضا كان من جانب الحارس رحماني ليقدم كل ما يملك من خبرة من مستوى في هذه اللقطة. بالشريفة ينفذ هذه الكرة بالجيلالي ضيع منه هذه الكرة ضيف رات تبادل كروي بين رفقاء كوربيات، تعود الكرة تعود الكرة تعود الكرة وسط ثلاث لاعبين، ربما يريد ان يدفعهم لارتكاب الخطا لكن لاعبين فطنين من جانب شباب قسنطينه، استعادة الكرة دون ارتكاب الخطا، زعلاني ضاعت هذه الكرة ضاعت هذه الكرة على شباب قسنطينه، تتنفذ الكرة من جانب ابو زيدان دخل بسرعة ثم تمرير هذه الكرة والى ضربة مرمى، أربعة وثمانين دقيقة تهيم من التعادل صفر مقابل صفر، طبعا رحماني من حقه أن يربح أو يكتسب بعض الثواني، لكن تلقى البطاقة الصفراء في هذه اللقطة. حتى لاعبي امل عين مليله واحد يساعد لاعب شباب قسنطينه في ربما في استرجاع امكانياته واخر يطلب منه المغادره لتلقي الاسعافات خارج الميدان، هذا طبعا على اللاعب بالقسمي، وتبقى نتيجه التعادل صفر مقابل صفر قبل نهايه الوقت الاصلي للمباراه بحوالي 5 دقائق دون احتساب الوقت البديل. كره لرحماني يتلقى بطاقة صفراء طويلة أمامية هذه الكرة، عبيد ما يتمكنش منها تعود لعناصر أمل عين مليلة، مساحات كثيرة موجودة متروكة في هذه المباراة في هذه الدقائق الأخيرة، إيبو زيدان يوزع كورتو كوربي يستفيد من مخالفة على خط أو قريبا من خط منطقة العملية تقريبا على بعد حوالي 17 متر بعد تدخل شحرور في هذه اللقطة مهمة جدا، مثل هذه الكرات الثابتة في مثل هذه المواقع في مثل هذا الوقت بالنسبة لأي فريق
ممكن كرة ثابتة تحدث الفارق، ممكن كرة ثابتة تعني هدف، والهدف يعني الفوز، والفوز يعني ثلاث نقاط. الكل يدرك هذا الأمر، خاصة منفذ الكرة أو منفذ المخالفة، وأيضا في المقابل الحارس الرحماني في هذه الوضعية يدرك جيدا أهمية هذه اللقطة في إبقاء الأمور على حالها أو في إنقاذ الموقف. إيبو زيدن أمام الكرة، بن شعيرة هو الآخر أمام هذه الكرة، وعدد كبير من اللاعبين داخل منطقة العمليات. بن شعيرة وإيبو زيدن يملكان ما يملكان من الإمكانيات للاستثمار في مثل هذه الكرات. بن شعيرة يتقدم، أو إيبو زيدان، أرضية لكنها لم تكن قوية، أرضية مخادعة لكنها لم تكن قوية ولم تخادع الحارس رحماني الذي كان حاضرا بكل إمكانياته في هذه اللقطة. ذكية جدا هذه الطريقة في التنفيذ، لكن رحماني كان أذكى من الجميع وحد من خطورة هذه الكرة. أذاك هو رحمن يتلقى بطاقة صفراء، يريد أن يأخذ حقه من تضييع الوقت بطريقة قانونية ومشروعة. إذا الكرة تبقى لرحماني، كأنه المباراة لا يمكن نقول أنه المباراة تسير بخطى ثابتة نحو نتيجة التعادل، لأنه تبقى إلى غاية اللحظات الأخيرة، إلى غاية صافرة الحكم، مفتوحة على كل الاحتمالات ما دام أنه المساحات موجودة والخطورة أيضا موجودة من الجانبين. تماس يتنفذ هذه الكرة من جانب بيطان، تعود الكرة مرة ثانية، بيطان في هذه الكرة يحتفظ بالكرة، يمرر ضايعة منه العمري، بشريفة انتظر كثيرا، بشريفة ضاعت منه هذه الكرة، لم يكن يعرف أنه أحد اللاعبين وراءه. ثم من هناك على الجهة اليسرى دائما لبن شعيرة من جانب فريق أمل عين مليلة، ضيف يضع الكرة، يبحث عن المراوغة، مجموعة من اللاعبين، ضيف يفضل التمرير، انتشار جيد لعناصر فريق شباب قسنطينة في منطقتهم. ثم عودة بالمختار أيضا، تمرير على الجهة اليمنى دائما لفريق أمل عين مليلة، الرك أو التوزيع، لكن الكرة تجاوزت الخط، الكرة تجاوزت الخط من صيام شريف الذي نقدر نقول تعب، لأنه قدم مجهود بدني مضاعف في هذه المباراة، جرى كثير بالكرة وبدون كرة صيام شريف، وكان وراء العديد من الكرات الخطيرة، اخترها الكرة التي صدها أو صدتها العارضة الأفقية. ضربة مرمى دائما من رحماني قبل أقل من دقيقتين من نهاية الوقت القانوني للمباراة، طويلة أمامية لكن تقطع على مستوى الدفاع مباشرة إلى زعلاني. إلى التماس، تماس لفريق أمل عين مليلة، إيبو زيدن في منطقته وجهته يتولى تنفيذ هذه الكرة، تتنفذ والحكم يشير إلى مخالفة لصالح فريق شباب قسنطينة. الحكم يأمر بإعادة تنفيذ التماس. زعلاني مخالفة لصالح فريق أو خطأ خودي، خودي يتلقى أو يعرقل في هذه اللقطة. الثواني الأخيرة من زمن المباراة، دائما التعادل صفر مقابل صفر، وسيد الموقف، كرة من هناك جانبية ومخالفة، يتدخل الحكم سعيدي هذه المرة لصالح دفاع فريق شباب قسنطينة. زعلاني والجميع يصعد ويترك هذه الكرة. خمس دقائق كوقت بديل،
خمس دقائق هو وقت طويل في عالم كرة القدم في مثل هذه الوضعيات، وخمس دقائق يحدث فيها ما يحدث. مخالفة لبن شريفة، مخالفة لبن شريفة ولصالح شباب قسنطينة. العمري وليد بن شريفة القائد يعود إلى الوراء، روسي كرة مباشرة إلى التماس، ضيف يغير جهة اللعب من هناك على الجهة اليسرى دائما لفريق أمل عين مليلة. جلالي ضيف، البديلين، تمريرة ذكية لكنها مفهومة ومقروءة من جانب دفاع شباب قسنطينة. المخالفة يقول الحكم هذه المرة ضد بالجلالي، وتنفذ هذه الكرة بسرعة دائما لرفقاء بيطام. ثم ضيف تحرك كثيرا، ضيف هذه الكرة والتدخل الدفاع، تدخل الدفاع من جانب فريق شباب قسنطينة. الخروج بهذه الكرة من حداد، ثم العمري، العمري ذكي هذه الكرة من هناك، من هناك، من هناك، تسديدة 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 لكنها مرت جانبية. لحسن حظ بوفناش أنها مرت جانبية هذه الكرة، تعود لفريق من عين مليلة طويلة. العمري